المشروع التطويري الشامي الذي اعتزم إطلاقه يتطلب مناخا سياسيا هادئا يساعد في تركيز كافة قوى الدولة على الجهد التنموي. بوادر تهدئة سياسية لاحت في الأفق غداة تسلم الرئيس محمد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم قبل سنة من الآن. وصل الرئيس سدة الحكم حاملا شعار التهدئة، فقبلت المعارضة المهادنة وفضلت التريث ومنح فرصة للنظام الجديد. إشارات كثيرة بعث بها الرئيس محمد الشيخ الغزواني للأطراف السياسية، فحواها أن تعاطيه مع المشهد سيختلف جذريا عما كان عليه الوضع قبل استلامه الحكم، وأن للساسة صوتا مسموعا موالين كانوا أم معارضين. التقط الطيف السياسي تلك الإشارات، وتبادل قادة الأحزاب الأدوار على لقاء الرئيس، وفي مقدمتهم قادة أحزاب ما يعرف بالمعارضة التقليدية. خيمة الاستقلال في أكجوجد جمعت فرقاء السياسة بما يحمله ذلك من دلالات على تحول عميق في المشهد السياسي، في أول مشاركة واسعة للطيف المعارض في الأنشطة الرسمية، وهيمنت إشارات الود المتبادل على جو الاحتفالية. قناعة المعارضين أن معالجة الإشكالات المطروحة تستوجب التشاور وتطبيع الحياة السياسية، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه الرئيس في أكثر من مناسبة. أزمة تفشي فيروس كورونا شكلت منعطفاً جديداً في العلاقة بين أطراف المشهد السياسي، حيث جلست الأغلبية والمعارضة على طرفي طاولة واحدة، وتم إشراك الأحزاب الممثلة في البرلمان في متابعة تسيير صندوق محاربة كورونا. معطيات ومستجدات تؤشر على تغير جذري في طبيعة العلاقة بين الفاعلين في المشهد السياسي، تغير سمته البارزة الهدوء والتشاور. ويعتقد مراقبون أن الطرفين وجدا أرضية مشتركة قد تغني النظام عن إجراء حوار سياسي لا يراه الرئيس ضروريا، وتنعش آمال المعارضين بأن يصبح التنسيق مستمرا ويشمل كافة القضايا الكبرى.